انطلقت حملة لقاح شلل الأطفال العضلي في محافظة إدلب، وينفذ الحملة فريق لقاح سوريا ومديرية الصحة بإدلب بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والتي تستهدف جميع المدن والقرى في المحافظة بما في ذلك المخيمات. بالفترة الأخيرة بعد الأحداث السياسية الموجودة وبعد الأحداث التوتر العالي والقصف الموجود في منطقة الرقة ودير الزور، انتشر عدد من حالات شلل الأطفال بين الأهالي، وبسبب الأوضاع الراهنة كان في انتقال وكان في هجرة ونزوح من هذه المناطق إلى المناطق الموجودة في ريف إدلب. تهدف الحملة لتأمين المناعة الكافية ضد هذا المرض للأطفال الملقحين، ومن المتوقع أن يستفيد منها 140 ألف طفل، ويقوم بعملية التلقيح 300 فريق ثابت بما فيها مراكز التلقيح الروتيني. باعتبار الموضوع الشلل انتشر، ما بيكون في قضاء عليه إلا بهيك حملات، ونسبة اللقاح يعني لما بتكون موجود هون أحسن مثلا ما تروح تنتقل من منطقة لمنطقة تدور على لقاح، هون عتجي عندك على كل قرية بيجي اللقاح. وكان من المقرر أن تبدأ الحملة في 30 من شهر أيلول الماضي، إلا أن حملة القصف التي تعرضت لها المحافظة في الآونة الأخيرة من قبل الطيران الحربي أعاق عمل الفرق، وتم تأجيلها ليومين واستئنافها في الثاني من شهر تشرين الأول الجاري، وستستمر لعشرة أيام. تستهدف حملة لقاح شلل الأطفال العضلي جميع الأطفال من عمر شهرين وحتى سنتين لحمايتهم وتحصينهم ضد هذا المرض والقضاء عليه. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف وإدلب.